كنت تسألي فيه برد الحال شوية. برد الحال مقارنة بالبارح. على كل حال هذا البرودة لأنها كما يقول لك الفلو للدار كان يمت لفات وجنوبي هو اللي خلاه حر لحقتها. كانت شوية فوق المعدل الفصل تاعها لحقتها حتى تقريب 30 درجة 31 على عدة مناطق شمالية. ابتداء من البارحة بدأت تنخفض الحرارة لأن الفلو بدا يدور أو الدار شمالي غربي بيقول لير بلو فريك جانب أوروبا هو اللي خلى الحرارة كما اليوم من ننتظر واحد 23 22 درجة حاجة عادية وحاجة طبيعية وحاجة صغيرة. واش البارحة كانت نشرية جوية خاصة داروها طرو بريسيبيتي لأنها هضروا على بعض الرعود وكانت رعود منعزلة همت منطقة بسوين سجلنا 3 مليمترات تاع أمطار عادية. وكذلك أقصى الجنوب أقصى الجنوب يحب يقول الجنوب الشرقي ولاية إليزيم ولاية جانات راهي ولاية جانات دركا بهذه المنطقة وسيعة كبيرة صبت بعض الأمطار الرعدية على هذه المنطقة برج بو عمر دريس برج الحسن في هذه المنطقة تاع دونك لو بي ام اس هذا ما كانش منه سي مي دون دي ريجون وين حي كيفاش حيكون الجو بين اليوم لاحتيا وغدوة؟ اليوم الطقس يكون عموما هايل على الشمال احتمال اقصى شمال كيفاش هايل بارد شوية ولا شوية؟ كيما هكذا واحد 22 23 دوغرا تمبيراتور على المناطق الداخلية واحد 24 با بلوس نعم بحر ديجا اون با بيردر واحد 5 6 دوغري 5 ولا 6 درجات بارابور على الاخر حاب يقول صافا بيزا غير. واش الاحتمال من جهه الطرف وايضا بوشيكوف و سوق راس عناب هذوك جوي الحدوديه اقصى شمال حتى وايضا خاصه تم احتمال بعض الغيوم وتقدر تمد بعض الامطار وكذلك الامطار العاديه نقدر ننتخبوها على اقصى الجنوب لانها نسيمه سي لا بيريود قلنا نعم لا رومونتي دو فرون انتر تروبيكال اضطراب الجو الافريقي الوغ يا دي رونتري يقيسوا الغوكار وايضا ستاسيني البارح في تمرسات كنت بخيمة الحاله حراره بون سي تو في نورمال دوك منها حتى الموت سبتمبر وهذه هي شونجمون في هذه المنطقه تاع الجزائر اللي عندها مناخ ان بو سبيسيال. فعلا الشيخ فرحات اذا كما تحدثنا دائما على الطقس وعلى الاحوال كاين اللي قالوا بلي رمضان حيكون سخون في دينا انا غير جوست افير دي بريفيزيون تاع 24 48 حتى لما يقولوا باش ما يضربوا خطر من الاولى والحال مداوى وهنا انا جي في سي لي سوسوس نشوف هكذايا واحد البارح قال لك لو مو دو رمضان سوغا بلو شو ثم في اوتو ايديكي ديتوار ايديكي سور كيل تخيك كي بارل On arrive juste à faire des prévisions à 24 heures. Et puis, il va faire encore plus frais qu'aujourd'hui. Demain, il va faire plus.